بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المحلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين بكتابه المسمى بكنز الراغبين في كلامنا على صلاة المسافر، قال ويشترط قصد موضع معين أولا. ويشترط، يشترط في ايه؟ في جواز القصر، يعني لا يجوز له ان يقصر الصلاة الا اذا كان قاصدا لموضع معين في اول سيره. ولذلك قال اول السفر، يعني ايه؟ يقصد موضع معين اول السفر، يبقى اول السفر متعلقة بقصد، يبقى قصد أول السفر أي في أول السفر موضع معين. لأنه إذا قصد موضع معين، يعني مثلا أنا خارج من القاهرة قاصد الإسكندرية، من القاهرة للإسكندرية عالم المسافة حوالي 250 كيلو، يبقى يشترط قصد موضع معين حتى يعلم المسافة من بين بلدته التي فارقها إلى المكان الذي يصل إليه. فهل هي مسافة طويلة؟ يقصد. مسافة قصيرة؟ لا يقصد. ولذلك قالوا اشترطوا ذلك ليعلم أو ليعلم المسافر أنه أي السفر سفر طويل فيقصر فيه، فينبني على معرفته لقصر المسافة أنه يجوز له القصر. وعلى ذلك فمن لم يقصد موضعا معينا وخرج ومشي فلا قصر له وإن كان ما يسير فيه أيام، لا يقصر. ولذلك يقول فلا قصر للهائم، لا قصر يعني لا قصر جائز للهائم. وعرف الهائم بأنه هو شخص لا يدري أين يتوجه، تقول له أنت رايح فين زي ما تيجي، هادي اللي ماشي بالسيارة على الطريق، فضل يمشي 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 من القاهرة إلى الأسكندرية إلى أن وصل بعد ساعتين أو ثلاثة. لكن في البداية قلنا له أنت ماشي بتعمل إيه؟ قال والله أنا ماشي بحرق بنزين وماشي، زعلان من زوجته ومزعلاه فركب السيارة وفضل ماشي بيها. أنت رايح فين؟ مش عارف، أنا مخنوق وزهقان وماشي في الطريق لغاية ما وصل اسكندرية. طب ما ده هائم، بس هائم بسبب يعني اختنق اختناقا شديدا. فدي صورة من الصور. وأحيانا هذا ما، طب أنا هقول لك قصة. وكان هذا الرجل معي منذ فترة بسيطة، وهو رجل من الناس يعني الطيبين، في كده عن أنواع طيبة. هذا الرجل جاء وسألني يعني عن أحكام الطلاق وهكذا، وذكر لي أنه كان بينه وبين زوجته حالة غضب شديد، وأنه خرج ماشيا من إمبابة إلى الحوامدية على قدميه لم يتوقف. عارف من الحوامدية من إمبابة فين؟ يعني مثلا ممكن يكون مشي له مثلا 100 كيلو ولا حاجة، يومين وهو بيمشي. وذكر لي أن قدمه قد تورمت ورما شديدا لم يشعر، وكأنه وصل إلى درجة من الغضب لم يفق فيها إلا بعد أن تورمت قدماه، واخد بالك؟ ومن هنا تفهم أن الإنسان أحيانا ينشغل بشيء معين فينسى ما فيه. قد يكون ذلك لأمور الحياة، وقد يكون ذلك
لما بينه وبين الله. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تتورم قدماه. سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعل هذا من أجل ذلك، وإنما استغرق في علاقته مع الله سبحانه وتعالى فلم يشعر بشيء. وهذا الرجل كذلك، يعني ده مسافة كبيرة جدا، يعني زي من هنا مثلا ودار الإفتاء 20 مرة ماشي، وظل يمشي. قال لي أنا لم أشعر إلا بعد 2 يوم من المشي، ماشي ماشي، إلى أن وجدت نفسي في الحمامدية. واخد بالك؟ طب وده هائم؟ ده هائمين مش هائم واحد. يبقى إيه؟ ماشي لا يدري أين أتوجه. قد يكون قطع في غيرها، قطع مسافة، هذه المسافة تكون مسافة القصر، لكنه لا يقصر. ليه؟ لأنه منذ أن بدأ لا يدري أنا رايح فين، فأنا ما أعرفش. ده هي يعني وصلته إلى مرحلة من الغضب يعني لا يعلم بها إلا الله. يبقى الهائم من لا يدري أين يتوجه، وإن طال تردده، حتى وإن طال سيره. فضل ماشي على الطريق بتاع طريق اسكندرية الصحراوي وهو من القجيزة، وظل يمشي 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 إلى أن قطع 500 كيلو. هل يقصر؟ لا، ده ما يعرفش وراح فيه. وإن طال تردده، الهائم الدميري بيقول انه هو كمان يسمى بالمتحير. عبارة الدميري بيقول لك ايه؟ وهو المتحير الذي ركب البر بلا قصد معلوم. ركب الطريق، ركب السيارة، انت رايح فين؟ انا ما اعرفش. طب انت ما بقول لك ما فيش ابيض. طب العلة ايه يا مشايخ؟ قالوا لانتفاء قصد علمه بطول السفر في اول السفر. يبقى انتفى علمه بان هذا السفر طويل في اول سفره فيكون عابثا، والعابث لا يليق به القصر. يعني عابث يعني لا معنى لفعله. وقيل إذا بلغ مسافة القصر له القصر، يعني أكون ده اللي طلع من الإسكندرية وظل يمشي إلى أن قطع 85 كيلو متر مربع، من عندما يقطع 85 له القصر. إذا بلغ مسافة القصر له القصر. يبقى طب له القصر من أين؟ منذ بلوغه مسافة القصر. فبنقول له إيه؟ بنقول له أقصر. لكن أقصر منين؟ من أول ما توصل ليه 85 أو 86 أو 84 أو المسافة أقصر. ما بلغتش ما تقصرش، لأنك لا تعلم طول المسافة إلا إذا قطعتها. وقيل إذا بلغ مسافة القصر له القصر، أي من حينها. طب ولماذا لم يكن له القصر قبل أن يصل إلى مسافة القصر؟ لأنه لا يعلم هل هتكون المسافة طويلة أو غير طويلة. وقال في أصل الروضة وهو شاذ، وهكذا العبارة في الروضة تابعتها وراجعتها، نقلها الإمام المحلي كما هي. فالمحلي يشرح النووي بالنووي، وهذا من عبقريته وهذا منهجه، أنه يشرح الإمام النووي بالإمام النووي. طيب بعد كده قال لك إيه بقى؟
ولا طالب، فلا قصر للهائم ولا قصر لطالب. يبقى للهائم ولا طالب، معطوف على الهائم يا مولانا. معايا مش معايا؟ انا عارفك بصص كده في حاشيه سيدي عادي شبره ملسي وعايز تشوف فيها حاجه، ما انا اشرحك يعني ما تقلقش. الحاشيه جميله، وبيقول لك ان هو كان له حاشيه على التحفه لكن ما ليست معنا. وله حاشيه على المنهج، شرح المنهج. ولا طالب غريب، يعني ولا يقصر. شخص يطلب غريم، يعني شخص عليه دين. خرجت قالوا لي الشخص اللي عليه دين المماطل ده على اول الطريق، فضلت ماشي بالسيارة ماشي بالسيارة ماشي بالسيارة، واخد بال حضرتك، فترة طويلة. فهل أقصر؟ لا، لأنك أيضا لا تعلم ابتداء إن السفر ده طويل أو قصير، فكان مثل الإيه؟ لا، نفس الكلام. كذلك كان عنده عبد، وهذا العبد أبق منه، هرب. فقالوا له العبد بتاعك كان هنا في أول الطريق، فطلع بالسيارة وركب أول الطريق. وقالوا له كمان سأل، قال ده في واحد العبد بتاعك ده ركب السيارة وماشي قدام، فضل يمشي وراه يمشي وراه يمشي وراه فترة طويلة، فهل يقصر؟ قالوا لا، لأنه لا يدري طول السفر في أوله. ولذلك قال ولا طالب غريم وآبق، ولا طالب آبق يرجع. وهو على نية هذا الشخص، على نية أنه متى وجد الغريم رجع، ومتى وجد العبد رجع. ولذلك يقول لك متى وجده، أي وجد مطلوبه منهما، أي من الغريم ومن العبد. ولا يعلم موضعه، هو ما يعرفش موضعه فين، لأن لو علم موضعه وركب الطريق فنقول له لو كان هذا يعني المسافة التي بين بلدك وبين الغريم وبين الآبق مسافة القصر تقصر، وإلا فلا. يبقى دي في حالة الإيه؟ العلم. طب لم يعلم لا يقصر، سواء قطع المسافة أو لم يقطع. وقيل ها يقصر، وإن طال سفره حتى لو فضل ماشي ماشي قطع 200 متر حتى يصل إلى غريمه وإلى عبده، لأنه في ابتداء السفر لا يعلم أنه، أو في ابتداء سيره لا يعلم أن هذا السير سيكون طويلا أو قصيرا. وإن طال سفره ولو ظل ايه، ولو ظل ماشي 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 قطع 200 كيلو، قطع 300 كيلو وما زال يسير، ده معنى كلامه. يعني لماذا؟ العلة معروفة، وهي انه انتفى العلم بطوله اوله لانتفاء العلم، العلم بايه؟ بطول السفر اوله، يعني في اول السفر، يعني هو في أول السفر لا يعلم أن سفره طويل. حلوة دي كده؟ وضحت؟ هل يريد أحد منكم أن يعني يراجع فيها شيء، يسأل؟ لو عزم طب ما هو هيرجع حتى ولو كان كذلك، ايضا لا قصر، ده عبسي، ده ما يعرفش يعمل ايه، هو ماشي راكب العربيه وماشي وماشي. اول ايه؟ قصر على الموضع.
خرج كده وسط الطريق، يبقى من اول وسط الطريق ده يبتدئ السفر. فان كان بين قصده لموضع معين وبين يعني مكانه الذي سيذهب اليه مسافه القصر قصر، والا فلا. قاله شلتوت تفقها، لا ما موجوده لها شواهد، لسه هتجي لك يا عم الشيخ تلاش. أنه شرط عشان يقول لك انه لابد ان يحصل موضع معين. انا مش فاهم، لا مش فاهم انت ليك معنى تريده، ولكن الفاظك عاجزة عن ايصال مرادك. ما هو قد يعجز اللفظ عن ايصال المراد اذا لم يوصل بطريقة يعني سهلة. شوف شوف اللغة حلوة النهاردة. إذا وصل مرحلتين بدون أن يقصدها. أنا مش عارف بصراحة. أنت بتقول لماذا شرط هذا الشرط؟ لأنه شرط. ولأنه تتوقف عليه صحة القصر. هل يقصر أو لا يقصر؟ ولأنه هو عايز يقول لك الشرط ده قايل إلى أنه لابد أن يكون في ابتداء سفره يعلم أن المكان الذي سأذهب إليه سفره سفر طويل حتى يتمكن من القصر ابتداء، لأنه من لا يعلم لا يستطيع أن يقصر. خلاص إيه؟ حلو. لأنه في الابتداء لم يعلم أن، لأن الشرط فايت في الابتداء. أيوة، لكن الآن يعني بسبب الرخصة موجودة، وإن لم يكن موجودة في الأول لكن الآن أصبح موجودة. ما ينفعش. ليه؟ لأن إحنا قلنا هو يا أخ أسد شرط في البداية، شرط القصد أن يكون في ابتداء السير عالم بأن المكان اللي هيذهب إليه بينه وبينه مرحلتان. من أين جاء هذه الشرط؟ من أين جاء هذه الشرط؟ من الكتاب. يعني جاء هذا الشرط من الكتاب. حاضر نقرأ، بس سيبني كده إيه افهم منه. هو عايز يقول لك اين، بس هو الان عشان ما نقولوش انت وهابي. الان يقولها من الاخر، اين الدليل على هذا الشرط يا جماعه؟ اديني من الكتاب والسنه. ما معنى راكب التعاسيف؟ هنقرا عبارة المغني دلوقتي. هل هو راكب التعاسيف هو الهائم وهو المتحير، أم أنهما مفاهيم، أم أنها مفاهيم مختلفة؟ واخد بالك يا أخي أسد؟ فهو أخ أسد عايز يقول لك من أين أتيتم بأن الشرط ده شرط؟ قلنا له يا أخي أسد ما هو كيف، أنا هقول لك أنت هتطبق إزاي. أنت دلوقتي خرجت من البيت وركبت الطريق وما تعرفش أنت رايح فين، صح؟ ازاي هتقصر؟ انما تصل ماشي في الطريق ولا يعلم ولا يقصر. لكن يعني انت متفق ان في بدايه السير لا يقصر، عشان لا ليس انه قصر السفر. ماشي انا معك، لكن اذا وصل بعيدا، وصل اسكندريه، ده شخص مشى 100 كيلو خلاص وصل بعيد، لازم يقصر او لازم يقصر. لا واحده واحده على الشافعيه، عشان انت رجل خطير. يعني هو عايز يقول لك انه اذا وصل، ما هو ده هو اسد عايز ينصر، اذا بلغ مسافة القصر له القصر. ده وجه اسد ولكن وجه شاذ، لكن انت بتفكر بطريقته انه هو مدام مشي مسافة القصر يبقى
يجوز له القصر. ليه؟ لأنه تحقق المسافة، تحقق المسافة عند وصوله إليه. ده وجه، لكن الوجه لكنه وجه ووجه شاذ، ممكن يكون شذوذه أن الأكثرين على غيره، لكن مدركه جيد ومدركه مقبول. لكن الأول بيقول له إيه؟ بيقول له أنت في البداية غير عالم بطول السفر، ويشترط في بداية سيرك وخروجك أن تكون عالما بطول السفر. فإذا لم تكن عالما بطول السفر فلا قصر لك لفوات الشرط. هنا سبيل، لا، إذا وصل إلى هناك له القصر، إيه المانع أنه يقصر؟ يعني أنتم بتضيقوا واسع ليه؟ ما هو إذا قطع المسافة قصر. أنت مش واخد بالك بقى حاجة تانية، إن هو عبثي القصد والإرادة، وأنك متى جعلته قاصرا أعنته على عبثيته. وهذه العبثية في التصرف لا يليق بالشارع أن يترخص من أجلها، فيحولك من الأربعة لاثنين، كأنه إذا فعل ذلك يقرك على قصدك وعلى إرادتك. خلي بالك، هي دي بقى معنى تاني جوه الكلام ولكننا لم نخبر به، وهذا أعتقد أنه فائدة التلقي، فائدة التلقي عم أسد الحتة الصغنطوطة دي، إن هو إيه؟ عبثي الإرادة، عبثي الوجهة، ما يعرفش رايح فين أو ماشي وخلاص، ولذلك يحرق بنزين بلا فائدة. ده مسرف، ده مبذر، ده مضيع لماله. فلو أنت أجزت له القصر وجهة نظر الفقير ومدخله ستعينه على ما هو فيه. الكلام ده بصدق يعني يتحرر لنا في الفرع الأول، لكن قد لا يتحرر لنا في طالب غريم ولا طالب آبى. ليه؟ لأنه مش عبثي، ده مش إيه؟ لأنه هو له قصد صحيح، هو خارج طالب آبق متى وجده عاد، هو خارج طالب غريب متى وجده عاد، لكنه في الشرط الحقيقي للكلام أنه لا يعلم طول السفر في ابتداء حاله. طيب، كلام بتاع أسد حلو، وده وجه شاذ ملناش علاقه بيه. عايز تقول ايه بقى؟ قول لي بقى كده. لا اقرا اقرا عشان اسمع. قال ابن الملقي رحمه الله. طب قول يا عم الشيخ. عند قوله ولا طالب غريم وآبق، اي وان طال سفره كما ذكرنا في الهائم، فإذا وجده وعزم على رجوع ترخص بشرطه، ولو كان في ابتداء السفر علم أن أيوة، لأن هو بقى إذا وجده يعني بعد 100 كيلو وجدت الآبق، وجدت الغريب، أنا راجع أقصر ولا لا؟ لأنني وأنا راجع واخد بالك عالم إن السفر طويل، لأن لو أنا ما عرفتش كيف أقصر في البداية لا أستطيع. ولو كان في ابتداء السفر علم أنه لا يلقاه قبل مرحلتين ترخص. طب لأنه قصد مرحلتين. شفت بقى. ولو نوى مسافة القصر ثم نوى أنه إن وجد الغريم رجع، نظر إن نوى ذلك قبل مفارقة العمران لم يترخص، وإلا ترخص على الأصح ما لم يجده، فإذا وجده صار مقيما. أسد عايز حاجة تانية. أسد مقتنع جدا، أسد عنده حاجة لطيفة يعني، إذا اقتنع بشيء تبناه،
عارف الرأي اللي هو بيقول عليه ده، وإذا بلغ مسافة القصر أو القصر، أسد مقتنع إن هو الراجح. ليه؟ لأن هو دابب الدليل في دماغه بلك، وعايز دليل كده من الكتاب والسنة يقول له الكلام ده. طب يا عم أسد ماشي يا سيدي. حتى قال إمام النووي في روضة: فأما السفر القصير فلا بد فيه من ربط القصد بمقصد معلوم، فلا رخصة لهاجم لا يدري أين يتوجه، كما قلت يا سيدي. وإن طال سفره. أي ما هو هنا بقى اللي بيقول له طب ليه؟ أنا بقول هو عبثي القصد والإرادة. لا هو عبث، ولذلك لو قريت في المغني، في المغني بيحرموا سعيه، لأنه أولا إتعاب للدبة، وإتلاف للمال، وإجهاد لنفسه. فأنا بقول إنه فكرتنا أقرب، لأنه عبثي القصد وعبثي الإرادة. ولو قلنا له القصر كأن الشارع يشجع إرادته العبثية، وهذا لا يليق. طيب بعد كده بقى في أخ بيسأل: الهدي هو أقرب إلى العصي بسفر. أي الفكرة بتاعتي كده، إنه عبثي القصد والإرادة، متعب لنفسه، مهلك لدبته. فلا يترخص لأجل هذا، لأنه حرام. وكذلك لأمر آخر، لأن أنا عارفك أنت عايز تطلع منين، تطلع من أنا فاهم، لكن هو جايب أتى بهذا الشرط لماذا؟ عايز يقول إن الشرط أن يقصد الإنسان موضع معين يعلم أنه السفر إليه سفر طويل، حتى يتسنى له القصر ابتداء. لأن في بعض الصور مش حرام. طب إذا لم يكن عالما بأنه دوت الهائم ما يفعله حرام، واخد بالك؟ طب وطالب الغريم؟ طب والآبق الذي طالب الآبق الذي متى وجده عادة؟ كيف هو لا يعلم موضعه؟ كيف يطلب أنه مجهول؟ ما هو ده مشكلته. بقول لك ركب الطريق، طلع كده وركب طريق مصر اسكندرية الصحراء، وظل ماشي بالعربية. تقول له أنت رايح فين؟ تتصل بيه: أنت رايح فين؟ أنا ماشي وخلاص، مطرح ما ترسى دق لها، أنا ماشي ومطرح ما الدبة توجهني أنا معاها. هو طالب غريب مشكلته انه في ابتداء المدة لا يعلم انه سيجد بعد مرحلتين او اقل من مرحلتين. ده هم قالوا له العبد الغريب بتاعك كان على اول الطريق، فراح لطلبه، قال فلما راح لاول الطريق قالوا لا ده مشي قدام، ففضل ماشي وراه بالسيارة ما يعرفش اين هذا. عايز تقول ايه؟ طب هات الفرق من عندك من النهاية. قال في النهاية: قال رحمه الله: فلا قصر للهائم وهو من لا يدري أين يتوجه، سواء سلك طريقا أم لا. أو يبقى الهائم لا، خلاص لا قصر له، يبقى هو من لا يدري أين يتوجه. سواء سلك طريقا ام لا، سواء بقى خد طريق مشي في طريق او ما مشيش في طريق. طب بمعنى ان هو ذهب في لا طريق، ازاي؟ ممكن يكون مثلا طلع الجبل، مشي في المفازة، فيما ليس معدودا من الطرق، ليس ممهدا. ويسمى ايضا راكب التعاسيف، ولهذا قال ابو الفتوح العجلي: هما عباره عن اللي هو راكب التعاسيف والهائم. ايوه.
هما الاثنين ما بمعنى واحد، ده كلام المغني وبعضهم فارق. وقال فهو الدميري، فقال الهائم هو خارج على وجهه لا يدري اين يتوجه. الهائم ما هو خارج كده وما يعرفش رايح فين، زي ما تيجي بقى تيجي، شغل المفتاح السيارة ومشي، يتصلوا عليه في التليفون انت رايح فين انا ما اعرفش سيبوني انا ماشي وخلاص العربية ماشي. اه لا يدري اين يتوجه وان سلك طريقا مسلوكا وراكب التعسيف لا يسلك طريقا وهما مشتركان في انهما لا يقصدان موضعا. طيب يبقى الهائم يقصد طريق، التاني ما يقصدش حاجة، اهو ماشي، ده لا وجه له ولا مقصد له، وهذا ايضا لا مقصد له، ويختلفان ان الهائم له طريق وان راكب التعاسيف ما لهش طريق. ها وهما مشتركان في انهما لا يقصدان موضعا معلوما، طبعا عشان من اجل ذلك لا يقصر هذا ولا يقصر ذاك. وان اختلفوا فيما ذكرناه انتهى. وان اختلفوا ان هذا له طريق وهذا ليس له طريق. ويدل له جمع الغزالي بينهما. ان هو الامام الغزالي جمع بين مصطلح الهائم ومصطلح راكب التعاسيف. وان طال تردده حتى لو مشوا طويلة، ده ان طال تردده دي غاية عشان منع القصر. طب قال فلو علم كل واحد منهما، كلام بقى بتاعك هو اللي نقله أيضا من الروضة، قال فلو علم كل واحد منهما اللي هما ايه، طالب الغريم وطالب الآبق، فإن علم كل واحد منهما أي طالب الغريم وطالب الآبق أنه لا يجده قبل مرحلتين، عارف أنه لن يجد الغريم قبل مرحلتين ولن يجد العبد قبل مرحلتين، لكنه لا يعلم الموضع، فهل يقصر؟ نعم. لماذا؟ لأنه من أول ما خرج يعلم أنه سيقطع مرحلتين، فهو عالم من بطول سفره في أول ابتداء سيره، كما قاله الرافعي وتبعه في الروضة، وتبعه الإمام النووي في روضة الطالبين، لأنها اختصار الشرح الكبير وهو العزيز شرح الوجيز، ويشمله قول المحرر. لكن النووي لا، ما تعرضش لهذا. ويشترط أيضا أن يكون قاصدا لقطعه، أي الطويل في الابتداء، ويشترط أن يكون قاصدا، أن يكون الشخص قاصدا لقطع المسافة الطويلة في ابتداء سفره، ويشمل الهائم. طب دي ايه دي؟ عندكم دي ايه في ال، ويشترط ان يكون قاصدا لقطعه، اي الطويل في الابتداء، طب ما دي مكرره، لانه قال ويشترط قصد موضع معين. طب شوفها لي عندك كده في المحرر ام في روضه؟ لا شوف لي في المحرر. ويشمله قول الرافعي ويشترط في المحرر، لأنه ويشمله قول المحرر ويشترط، أظن هذه من عبارة المحرر. شوف لي كده، الله يبارك لك. لأنه لو قال كده يشترط أن يكون قاصدا لقطعه الطويل في الابتداء
هتشمل الصورتين، تشمل الصورة الماضية دي، لأنه إذا كان في الابتداء قاصد لي يعني سفر طويل هيقصر، ويبقى هذه بمعنى أنه لا يجدوه قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصر. هتقول لي بقى كده عبارة المحرر؟ ويشترط أن يلا قال الإمام الرافعي ويشترط أن يكون قاصدا لقطعه في الابتداء، فالهائم لا يقصر وإن طال تردده. يبقى هو بيقول لك هو إنه فلو علم أنه لا يجده قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصر، كما قاله الرافعي وتبعه الروضة، ويشمله يعني هذه الصورة يشملها قول المحرر المشترط أن يكون قاصدا لقطع السفر الطويل في الابتداء. طيب ما هو إذا علم أنه لا يجده قبل مرحلتين تابعة وفرع من فروع أنه يكون قاصدا لقطع السفر في الابتداء كما قال. حلو. ويشمل الهائم أيضا إذا قصد مرحلتين. يبقى في الابتداء إذا كان الهائم قال أنا همشي زي ما تيجي تيجي، بس أنا مش أرجع قبل ما أمشي 100 كيلو، يبقى قال ويشمل الهائم أيضا إذا قصد سفر مرحلتين أو أكثر فيقصر فيما قصده لا فيما زاد عليه. يبقى ويشمل الهائمة أيضا إذا قصد سفر مرحلتين، واضح. يبقى الهائم إذا قصد سفر مرحلتين قصد، وإذا كان أقل قصد أقل لا يقصر. قال ولو كان لمقصده. طب دي وضحت ولا لا؟ قال قلتم لا فيما زاد. يعني اذا قصد مرحلتين يقصر في مرحلتين، لو زاد على مرحلتين لا قصر. ده الكلام اللي احنا جبناه من الكتب. عندك ايه في التحفه؟ لو علم أنه لا يقوي إلا بعد مرحلتين قصر فيهما، قال الزركشي لا فيما زاد عليهما. كلام الزركشي. ولو علم تاني كده، ولو علم أنه لا يقوه إلا بعد مرحلتين قصر فيهما. قال الزركشي لا فيما زاد عليهما، إذ ليس له مقصد معلوم حينئذ. ليه؟ شفت بقى، هي دي بقى اللي احنا ما جبناهاش. حلو. ليه؟ قال له لأنه بعد ما بينوي هو قصد مرحلتين. حلو. بعد المرحلتين انتهى القصد، هيمشي، ما هو لا مقصد له بعد ذلك، لأنه بانتهاء المرحلتين انتفى مقصده الجديد فلا يقصر فيه. ولو كان ايتان سنت ايه لا اله الا الله. بقول لك الزركشي ده انت يا اخي، ذكرنا بقى راي ابن حجر. انت عايز تجيبنا ليه تاني؟ الى عايز يقول لك ان هو فيما زاد على المرحلتين في مسألة الهائم يقصر على رأي الخطيب والرملي. حلو. واما ابن حجر بيقول ايه؟ لا يقصر.
لبناء على أنه بعد المرحلتين لم يكن له موضع معين. اقرأ كده عبارة الخطيب. مين اللي مع عبارة الخطيب؟ وظاهر إدلاك الروضة أنه يترخص في هذه الحالة مطلقا، وهو كذلك كما اعتمد شيخي. وإن قال الزركشي إنما يترخص في مرحلتين في لا فيما زاد عليهما لأنه ليس له مقصود بعد. أيوة، سواء فيما زاد، أنا مقتنع جدا بالعلة في هذا، لأنه فيما زاد على المرحلتين ليس له قصد آخر، قصد معلوم، ليس له قصد معلوم بعد ذلك. أين يذهب؟ هيفضل ماشي. طيب فين مقصدك؟ لعل بقى الخطيب قال إن هو استصحب يعني إيه القصر الأول، يظل مستصحب للقصر الماضي. ده عاد لو قال هذا، هات لي كده عبارة النهاية. وظاهر إدراك روضة استمرار الترخص ولو فيما زاد على مرحلتين، وهو كذلك كما أفاده الوالد رحمه الله تعالى خلافا للزركشي. بس ما عللش، يبقى لعله استصحب ما سبق من جواز القصر، لأنه عند المرحلتين أجاز له القصر، فإذا ثبت القصر ثم سار استمر معه، لعله هكذا. ما في حاجة في الهشة؟ لعله هكذا. ما عندكش حاجة عندك في الروضة؟ هو بيقول ظهر إطلاق الروضة، لكن عايزين التعليل. الزركشي قال ما زاد على المرحلتين ليس له قصد معين، لأنه بعد المرحلتين قال أنا قصد مع مرحلتين، واخد بالك؟ يبقى قصد سفر مرحلتين، فيقصر فيما قصده لا فيما زاد عليه، لأنه ما قصره معلوم المقصد فيه. طب ما زاد عليه ليس له قصد معين. لعلهم قالوا يستصحب القصر أو يستصحب جواز القصر، لعلها ماشية كده. هو الموضع المعين هي العبرة أو هي مرحلتين؟ هات اسمعني بس، بلاش الأسئلة التسرسبية بتاعت زيد. هو كذا أو كذا، قول كله على بعضه وخلاص. لكن تاخدني مثلا من مرحله لمرحله مش لذيذه. انا ده قصدت انا مرحلتين. ايوه، شفت بقى السؤال. هذا سؤال الاستفهام، السؤال اللي قبله سؤال مكر. بالك السؤال اللي قبله ده سؤال في ايه؟ في مكر. لكن انت خليك واضح كده، هل العبره بالمرحلتين؟ ماشي، ما انت هتبني عليه. هل العبره بالمرحلتين او العبره بالايه؟ موضع معين. موضع معين، صدق. الله، شوف بقى اخونا زيد يقول لك ايه، او هما معا. لا، قصد موضع معين ده شرط لوحده، وكونه يبقى بين وبين هذا الموضع مرحلتين ده قصد لوحده. لكن بعض لما يجي يقول لك كده، يجي بيقول لك يعني قصد موضع معين، لماذا قصدتموه؟ قال لي حتى نتحقق ان السفر ده يكون سفر طويل او قصير. يعني كأن احدهما مستلزم للاخر، يبقى موضع معين. لماذا جعلتموه لابد أن يكون له موضع معين؟ الجواب حتى إيه؟ حتى نعلم إنه قطع مرحلتين أو لم يقطع مرحلتين. فكأن الموضع المعين هو اللي بيظهر لي في مرحلتين أو ما فيش مرحلتين. ممكن تقسم مرحلتين بدون موضع معين. آه،
وممكن تقصد موضع معين بدون مرحلتين، وممكن ما تقصدش حاجة فيما لو جلست في الدرس في الرواق. ما هو قالها اهي، قال هو قصد مرحلتين بدون موضع معين. ايوه، ما هو اللي حاصل ان هو هيمشي مرحلتين، ومتوقع ان هو اذا مشى مرحلتين هيجد مطلوبه، لكن اي موضع. ولذلك بيقول لك اهو، اقرا كده، بيقول لك ايه يا عم الشيخ؟ فلو علم انه لا يجدوه قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه، هو ماشي بس قالوا له ممكن تلاقيه بعد 100 متر، فين بالظبط ما عرفش، يبقى هو قصد موضعا غير معين، الا ان هو ماشي مرحلتين اهو، يبقى هيقصر. فيما زاد خلاف، يبقى ممكن يقصد مرحلتين من غير ان يقصد موضع معين، وممكن يقصد موضع معين من غير ما يكون مرحلتين، وممكن لا يقصد موضع معين ولا يقصد مرحلتين. لأن موضع معين ليس له يعني مرحلتين هي أهم من الموضع المعين. في فقهك ولا فقه الإمام الشافعي؟ يعني فقهك أنت؟ لا، في فقهك انت حاجة تانية، يعني انت عندك حاجة وعندهم حاجة. فأخون أسد بيقول أهم حاجة ان هما مرحلتين. طب ما يا عم الشيخ أسد، أنا وأنا طالع الطريق ما أعرفش هل أنا هقطع مرحلتين ولا ما أقطعش، تقول لي إيه بقى في الحالة اللي زي دي؟ مفيش خلاص، مفيش قصر. حلو، أنت لما يوصل مرحلتين أقصر. حلو كده، ماشي، انا معاك انه اقصر. طب ما زاد، ما انا معرفش فين اخو، لكن هو تجاوز المرحلتين. هي المهمة تجاوز المرحلتين، او المرحلتين او تجاوز فيه. انت عايز ترجعني برضك للمسألة الاولى، وهي ايه بقى؟ وقيل اذا بلغ مسافة القصر له القصر. لا، بيقول لك فلو علم انه لا يجد مطلوبه قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصر، يبقى هو ايضا ما يعرفش هو اخر وجهته فين، لكن قالوا له امشي، واخد بالك، وعرف ان هو كانه اخبر بان العبد سافر مرحلتين، لكن هو فين ما يعرفش. فالموضع يعني هم قالوا له خلي بالك انت ايه، هو احنا سمعنا ان العبد بتاعك واخد بال حضرتك سفر مرحلتين قطعت 200 كيلو، واخد بالك، فهو خارج عارف ان هو هيقطع 200 كيلو بس فين ما يعرفش. معايا؟ في هذه الصورة هيقصر من اول ما يفارق العمران، في الصورة دي هيقصر، لأنه هو ماشي في أول السفر علم أين مقصده، أين علم أن سفره سفر طويل. طب أين هو؟ ما يعرفش، بس هو عارف أنه مش هيلاقيه قبل مرحلتين، لأنه أخبر أنه تجاوز المرحلتين. قالوا له احنا شفناه بعد مرحلتين، فين؟ ما نعرفش. ده احنا شفنا عبدك بعد مرحلتين، بعد 100 كيلو. فهو عارف انه هيقطع ال 100 كيلو، طب فين؟ بالظبط فين؟ ما يعرفش. هو ركب الطريق ده، قال احتمال نلاقيه، وفضل يمشي 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 حتى قطع الايه؟ ال 100 كيلو. ها؟ وفي الاخر
صح؟ وهو لا أصل ليس له قصد معين ولا شيء فيمشي. إن قصد مرحلتين. لا مش نفس الطريق. بنفس المفهوم اللي احنا قلناه. فين بقى الهائم ويشمل الهائم إذا قصد مرحلتين؟ اي طيب من في المحل ويشمل الهائم ايضا اذا قصد سفر مرحلتين. اي ما هو قصد سفر مرحلتين بمعنى الكلام اللي احنا قلنا ايه؟ قلنا فلو علم انه لا يجد قبل مرحلتين ولم يعلم موضعه قصد. لانه يقول لك واشترط قصد موضع معين. الهائم لا يدري اين يتوجه، ما هو ما قصدش موضع معين. لكن هو هيمشي مرحلتين. في فرق ما بين يقصد مرحلتين ويقصد موضع معين. يبقى لدينا فرق ما بين قصد المرحلتين. رقم اثنين قصد موضع معين. اللي هو شويه من دوت ولا حاجه ثانيه؟ طب استنى كده اخبط كلمتين لعل وعسى اشعر انني قاربت من هؤلاء. تعني اعيش وساذهب اليك ثانيه. يبقى في فرق يا اسد ما بين قصد مرحلتين وقصد ايه؟ موضع معين. يظهر هذا فين؟ انه لا يجده قبل مرحلتين وهو ماشي قاصد مرحلتين. ولكن ما عرفش مكانه فين بالظبط. يبقى انا طالع هقصد مرحلتين ولكن اين موضع المعين الذي اقصده لا اعلم. وانا ماشي كده اتتبع اثاره. خلي بالك هم قالوا لي ان هو بعد مرحلتين فانا طلعت على الطريق. طب همشي ازاي؟ هتتبع الاثار. فانا ماشي كده اهو يقول لي بص 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 هو تقريبا بعد 20 كيلو امشي 20 كيلو. فيجي يقول له لا هو بص لف يمين كده اهو وهو كان ماشي من الناحيه دي ماشي الناحيه دي بعد كده لا اطلع الناحيه دي ده مشي من حد رجع. فافضل انا ايه متتبع الاثار من اجل ان اصل. لكن انا في البدايه ما اعرفش موضوعه فين. معايا اسال؟ يبقى في فرق ما بين قصد المرحلتين وقصد موضع معين. لكن هو لو قصد مرحلتين وموضعا معينا ادي صوره فيما اجتمع. طب لو قصد المرحلتين ولم يعلم اين هو يبقى لم يقصد موضع معين. طب لو قصد موضع معين وهو مرحلتين يبقى قصد موضع معين وهكذا. طيب بيقول لي بقى فتح الجواد شرح الارشاد لابن حجر. قال ابن حجر وخرج بقولي اولا معلوم الهائم وهو من لا يدري أين يتوجه فلا يترخص مطلقا. شوف كلمة مطلقا يعني سواء قطع المرحلتين أو ما قطعش المرحلتين يبقى لا يترخص مطلقا. سواء قطع المرحلتين أو لم يقطعهما عشان يرد على إيه؟ وقيل إذا بلغ مسافة القصر له القصر. عايز يرد على أسد. الإمام ابن حجر أراد أن يرد على أسد. وإذا قال ابن حجر صار أسد غير أسد. وبدأ في التعليل يا سيدي لأن سفره معصية. إيه كمان رد على الواد اللي اسمه زيد ده. لأن واد زيد ده يعني إيه خلي بالك بياخد حاجات كده صغننة كده من الحواشي عشان يسأل الشيخ فيها. ماشي الشيخ واعي ما تقلقش. ها إذ إتعاب النفس بالسفر لغير رغد حرام فمن سافر لغير إيه؟ غرض حرام. لا مش رغد غرض يا شيخ عز. غرض يعني مقصد. ومن سافر لنحو راض آبق إن وجده رجل. بس دي بقى مسألة تانية واخد بالك. يبقى هو ما يقصد وده اللي يرد على أسد لأن أسد ده عاصي ده ايه؟ بس اسد مش خد بالك
مش مقتنع بكلمة المعاصي، ولذلك عمال يفكر طب اطلع لها ازاي، وعمال يدورها. طب يا اسد براحتك. ومن سافر لنهو راضي آبق إن وجده رجع كالهائم. نعم، إن علم أنه لا يجده قبل مرحلتين أو قصد الهائم سفرهما، أي لغرض صحيح حتى لا ينافي ما تقرر فيه ماشي فيهما فقط دون ما زاد عليهما، إذ لا قصد معلوم حينئذ. ده كلام الزركش اللي احنا قلنا من جابوا خير الفائزي. قصد وقصد السفر أكثر منهما كقصد سفرهما كما هو ظاهر، وإنما يترخص المسافر لقصد المرحلتين. طيب لها له غرض؟ لا، ده لا يدري أين يتوجه. قال ولو كان لمقصده بكسر الصاد كما ضبطه المصنف طريقان، يعني انا رايح الاسكندريه مثلا، ويقول لك الاسكندريه عروس الايه البحر الاحمر المتوسط، لها طريقان، طريق الاسكندريه الزراعي بيقول لك الطريق الزراعي، ولها طريق اخر الطريق الصحراوي. بيقول لك فسلك في طريق منهم مثلا، ده لو مثلا طريق منهم مسافته مسافة القصر، وطريق آخر مسافته ليست مسافة القصر، فسلك الطويل ليقصر لغرض واحد بس وهو القصر، لا قصر له. طب سلك الطويل من أجل إن في بعض الأصدقاء والزملاء والزيارات، وفي مراقد آل البيت وفي مراقد الصالحين، فسلك هذا من أجل الزيارة المندوبة المحبوبة لدى أهل الله، بخلاف الفرقة المبتدعة الوهابية. بل حضرتك، فهل يعني يقصر؟ نعم، لأنه له غرض صحيح. ده معنى الكلام، إنه إذا سلك الطريق الأطول من أجل غرض صحيح قصر، وإلا فلا. قال فسلك الطويل لغرض كسهولة، سهولة الطريق مثلا، أو أمن، أو أمن الطريق، أو زيارة هيزور في شيخه، أو هيزور في مراقد الصالحين، لسه هنشرح تاني بس احنا بنقول كده، او عيادة اي يعود فيه مريض، وكذا تنزه. تنزه يعني ايه؟ قال والله الطريق الطويل ده في بحر، فهيجلس شوية على البحر كده من اجل ان هو يتروح، يشم هواء، ياكل جمبري، جمبري هناك الجمبري قد كده قد الكف كده، وسعره رخيص ب$100 فقط، واخد بالك؟ وفيه تردد للجويني قصر. ليه؟ قالوا لأنه شر، لأنه سفر طويل مباح، وإلا وإن سلكه لا لغرض، ملوش أي هدف للسفر غير إنه هو عايز يصلي الأربعة اتنين، عايز يقصر، نفسه يقصر، حالف ان هو لو ما قصرش، واخد بال حضرتك، مراته هتبقى طالب. بس خلي بالك ده ممكن يبقى له غرض، ان سلك هذا من اجل عدم وقوع الطلاق، ده غرض من الاغراض، كما في المحرر وغيره. بيقول لا، وان سلكه لا لغرض كما في المحرر وغيره فلا يقصر في الأظهر المقطوع به، كما لو سلك القصير وطوله بالذهاب يمينا وشمالا. نمسك بقى الفرع ده كده ونعيش معه. قال والثاني ينظر إلى أنه طويل مباح، ولو بلغ
كل من الطريقين مسافة القصر وأحدهما أطول فسلكه لغير غرض قصر بلا خلاف. حلو. نرجع لمسألة ليه ايه بقى بيقول ايه؟ بيقول ولو كان لمقصده. احنا قلنا يشترط ان يكون للمسافر مقصد معين. يشترط ان يكون له مقصد يا مشايخ معين. هذا له مقصد معين. هذا المقصد المعين له طريقان. احدهما طويل يبلغ مسافة القصر والآخر قصير لا يبلغ مسافة القصر. فسلك الطويل. سلوك الطويل إما أن يكون لغرض وإما أن لا يكون لغرض. فإن كان لغرض صحيح شرعا قصر، وإلا فلا قصر. بس كده. جميلة جميلة. يقول لك مقصد بكسر الصاد، كسر الصاد ومقصد، مقصد ومقصد، يبقى فيها الكسر الصاد وفيها فتح الصاد، مقصد ومقصد. لكن الأفصح الكسر، مقصي. كما ضبطه المصنف، ضبط الإمام النووي في باب الغسل من دقائق الروضة. طريقان، طويل يعني طريق طويل، هذا الطويل يبلغ مسافة القصر، وقصير لا يبلغ مسافة القصر. فسلك، مشي في الطويل الذي يبلغ مسافة القصر لغرض، سواء كان غرضا دينيا أو غرضا دنيويا. وشرط ان يكون الغرض ده غير غرض القصر. ده غرض ديني او دنيوي. طب افرض كان لغرض ديني او دنيوي وكان معه غرض القصر، ان يقصر تغليبا للايه؟ تغليبا للغرض الصحيح على الغرض غير الصحيح. كسهولة طريق، الطريق الطويل ده سهل، ما فيهوش مطبات، ما فيهوش حجارة، طريق ممهد تمهيدا جيدا. أو إن الطريق ده طويل لكنه الأسعار فيه أسعار رخيصة، أو أمن، أو إن الطريق ده آمن ليس فيه قطاع طرق ولا مكاسين يأخذون المال قهرا وقصرا من الناس، أو زيارة، أو أن هذا الطريق الطويل يعني فيه أحبابه، أو الطريق الطويل ده فيه مرقد من مراقد الصالحين والأولياء المطهرين وأهل البيت المحبين، فقصف يعني عدل إلى الطويل من أجل هذا. أو عيادة، سأذهب إلى عيادة مريض في هذا المكان الطويل، وكذا تنزه، يعني المكان الطويل ده فيه بحر، هينزل ياخد المايوه الشرع يا أخ أسد وياخد الأولاد والزوجة ويجلسون على البحر قليلا أو كثيرا كما يشاء، ثم بعد ذلك يقوم. خد بالك الابتعاد عن زحمة في الطريق غرض. غرض الابتعاد عن الزحام، لأنه لماذا ابتعد عن الزحام؟ لأنه بيؤذيه، الزحام يؤذي. بل حضرتك قال وفيه تردد، يعني كذا التنزه تردد فيه الإمام الجويني، وكأنه قال والله التنزه ده غرض غير صحيح عنده يعني، فينبغي ألا يجيز القصر. قصر، وعرفنا علة القصر إيش؟
وإلا أي وإن سلكه لا لغرض بل لمجرد القصد، يعني لا لغرض مقبول شرعا. وإن كان هو لما يعني سلكه كان غرض القصر، فهل القصر غرض صحيح؟ لا، يعني هو لما سلك هذا الطويل سلكه من أجل أن يباح له القصر، يبقى لغرض غير صحيح. ولذلك ليس مجوزا للإيه؟ للقصر. أو سلكه وهو مش واخد باله، يبقى ده لا غرض له مطلقا. وما هو التنزه؟ قالوا التنزه هو الانتقال في البلاد لرؤيتها. أروح ماليزيا أتفرج على كوالالمبور، أطلع على أندونيسيا أتفرج على جزيرة سومطرة، أطلع على مصر أتفرج على الجامع الأزهر وسيدنا الحسين. لا، ده غرض صحيح، ده خد بالك. كما في المحرر وغيره فلا يقصد في الأظهر المقطوع به. عايز يشير إيه بقى؟ إلى إن المسألة ذات طرق، فكان الأولى أن يعبر فيها الإمام النووي بالمذهب ليا مشايخ، لأن المسألة ذات طرق. قالوا لأنه طوله على نفسه من غير غرض صحيح، يعني أنت كده أجهدت نفسك بلا داعي لإجهاده، ده 100 كيلو والطريق الثاني 70، فأنت سرت 30 كيلو وهي زيادة. 30 كيلو دي أتقتضي بنزين يحرق يقابل بمال، يبقى أنت عبثي. والإسلام لم يعلمنا العبثية في التصرفات، وإنما حملنا على المقاصد والمعاني الصحيحة السامية التي ينبغي أن نسير معها دائما. كما لو سلك القصير مشي في الطريق القصير، ولكن عمل ايه؟ كل ما يقطع 10 كيلو يرجع 5، بل حضرتك يعني كأنه بيعمل ايه؟ بيمشي جهات يطول بها على نفسه الطريق. انت جهتك على طول كده قدام، لا، يوم قطعها كده بالايه؟ بطريقة تؤدي الى تطويل المسافة، بلك يمشي 5 كيلو يرجع 10. طب ده ما ينفعش. والثاني يقصر، الثاني بيقول له ايه؟ يجوز له القصر. والثاني دوت تقريبا اخونا اسد يحبه، اللي هو ايه بقى الثاني؟ اللي هو اللي يقول لك وان سلكه لا لغرض بل لمجرد القصر قصر، لأن أخونا أسد بيقول لك أهم حاجة عندي المسافة، فما دام هو قطع مرحلتين يبقى يقصر، ما قطعش مرحلتين ما يقصرش. فأخونا أسد راجل كمي مش كيفي، مش هما مرحلتين ادفع حقهم بالك. أنت معاه كمان؟ واخونا زيد كمان كمل. لماذا القصر ليس هو غرض صحيح؟ القصر ليس هذا، هو سلك هذا الطريق من اجل ان يقصر. القصر هذه طاعه. القصر لا، انا مش قادر استوعبك قوي، لكن هما بيقول لك فالقصر ليس غرضا، وفي كلام بعضهم أنه غرض غير صحيح، فليس مجوزا للقصر مطلقا، ويلحق به من لا غرض له أصلا، وإنما قصر الشارح كلام المصنف عليه لأجل محل الخلاف.
طيب فهو أخونا هنا بيقول إيه؟ بيقول القصر من حيث هو غارت، فينبغي أنه إن صار في الطويل من أجل القصر أن يقصر. صح كده؟ أنت عايز تقول أنا، بس أنت مدخلك غير مدخل مقابل الأظهر، لأن مقابل الأظهر بيقول له يقصر. ليه؟ قال له لأني أهم حاجة إن ده سفر وإن ده مباح وإن ده سفر إيه؟ طويل. نفس في الدماغ أخونا أسد مقولبة كده، وأنت معاه إن هو سفر وطويل ومباح، متى تحققت هذه الشروط؟ قصر. نقول له بس في شرط تاني، بل حضرتك، وهو أن يكون له غرض صحيح. طب هو عايز يقصر، يعني واحد عايز ياخد من الأربعة للاثنين. يا مولانا بقول لك ده فيه تيسير وتسهيل على الشخص، ده فيه إسقاط. فين بقى القربة اللي فيها؟ الله، هو رخصة. ايه؟ هو رخصة، واخد بالك؟ يعني نقلها من الأربعة للاثنين، وهذه صدقة تصدق الله به عليكم فاقبلوا صدقته. يعني أنا لما أسافر وأقصد مرحلتين فقط، أطلع من بيتنا أخ أسد وأمشي 100 كيلو، من أجل أني أنا لما أوصل إلى 100 كيلو أقصر، فلما أقصر أرجع تاني. يعني أحرق بنزين وضيع وقت في سبيل إن أنا أنتقل من الأربعة للاثنين. هو ده غرض تفعله العقلاء، إن أنا أتلف مال عشان بدل ما أصلي أربعة أصلي اثنين؟ لا، ما هي دي زي ديت، إني أنا قطعت مرحلتين من أجل إن أنا أقصر، وهنا أنا سلكت الطويل من أجل القصر. فمن الآخر كده هو أتعبت ناقتي وأجهدت نفسي فيما لا مقابل له. يحب إيه؟ اللي هو إيه؟ أنت جميلة ذكوان. هو بيحب القصر، بيحب إن هو من الآخر يتدلع، بدل ما يخليها أربعة أقصر عشان تخليها اثنين. تقيل قوي على قلبه ان هو يصلي الاربعة ويكمل ويمسح 3 ايام على الخوف ويأكل الميت ومش عارف يفطر وهكذا. هم بيقولوا ده غرض غير صحيح، ليست العادة ان يفعله الناس، تحرق بنزين وتضيع وقت وتمشي وترتكب المخاطر من أجل إيه؟ لو من أجل سهولة الطريق، نعم، رخص في السعر، نعم، أمن الطريق، نعم، زيارة، نعم، عيادة، نعم، تنزه، في تردد، نعم، تنزه، نعم، على طول تنزه، تنزه يا أخي، الإسلام يدعونا للتنزه. طيب جميل، انتوا مشايخ عصريين. طيب فاخونا هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك، فانا بقول انا هنعمل حاجه لذيذه، انا يا عم الشيخ هطلع من بيتنا اقطع 100 كيلو، متى وصلت ال 100 كيلو اقصر واجمع وارجع بيتنا تاني. ايه الفايده؟ ولا حاجه. ما الفائدة من السفر؟ حرقت بنزين، ضيعت وقت، وأين الفائدة؟ ولا شيء، عبثي، محض عبثي. طب يا أخي ما هو هيقصر وهي رخصة، ده رخصة يا مولانا جعلها الله لك لرفع المشقة عنك لحاجتك إلى السفر. أنت بتسافر ليه؟
بسافر للحاجة، واخد بالك ايه الحاجة؟ امور الدنيا، التعليم، التعلم، التجارة، التنزل، حتى التنزل لو قلنا يعني حاجة، لكن لا انا هقطع 100 كيلو من اجل ان انا متى وصلت الى 100 كيلو اقصر الصلوات واجمع وارجع تاني. فالله ان هذا لبلاهة عظيمة. مين اللي بيعمله دوت؟ سيدنا النبي لو رأى هذا لعاب فاعله وعاب الفعل والمفعول والعقلية. حقيقي والله ما دي ايه الغرض فيها ولا حاجة. طب انا عايز نفسي اقصر. يا اخي هموت واقصر. الله ايه حلوة والله. عندك كيف المغني يا مهدي؟ المكاسين اللي هم اللي بياخدوا المال كده اتاوة تعدي الطريق، يقول لك لازم تدفع فلوس عشان تعدي الطريق. مكاسي كانوا بيسموها اتاوة زمان. اما في عصرنا هنا لا، عصرنا هنا اختلفت الامور الحمد لله. يعني في مصر ما في هذا الكلام، حفظ الله مصر. سفر ولا رخص سعر؟ لا رخص سعر، يعني سعر البضاعة رخيص. غلط غلط يا مولانا. رخصي سعري بضاعة. رخصي سعري بضاعة. ولو كان الغرض تنزها قاصرا كمل بقى. لوجود الشرط وهو السفر الطويل المباح. حلو. والا بان سلكه لمجرد القصر او لم يقصد شيئا كما في المجموع فلا يقصد. كمل. فلا يقصد في الأظهر المقطوع به لأنه طول، لأنه طول، طول الطريق، طول الطريق على نفسه من غير غرض، فهو كما لو سلك الطريق القصير وطوله بالذهاب يمينا ويسارا. طيب يعني كأنه إيه؟ مشى مشي كده وراح خدها يمين ورجع اليمين تاني وطلع قدام وخد شمال وطلع قدام. ايه ده؟ ده انت عجيب قوي اهبل. ها اه والله العظيم حقيقي يعني ما هذا كلام صدق، ولكن هو كلام اخونا زيد ليس معناه مش كده. زيد معناه ان هو الراجل بيقول هذه مقصوده، يعني كأن هذه الرخص ينبغي أن نقصدها. لا يا مولانا، الرخص لا ينبغي أن يعني يكثر من تعاطيها. ولذلك وصفوا متعاطي الرخص دائما بالتفسق. ها وطوله بالذهاب يمينا ويسارا حلو حتى قطعها حيل. فإن قيل كيف يقصر إذا كان الغرض التنزه؟ لا ده هيعالج بقى مسألة طويلة هتوجع دماغنا. لا شوف في حاجة تانية بعديها.
اصل هو بيقولوا ازاي ان هو لو قصد التنزه، وهذه تكلمنا فيها قبل ذلك، يعني لو قصد ان هو يسلك الطويل من اجل التنزه يقصر، مع انه لو سافر مسافة مرحلتين من اجل ان يتنزه ليس له التنزه. قال له ما هو لما ركب الطويل ليس الحامل له على السفر، يعني ليس التنزه هو الحامل له على السفر، انما الحامل له على السفر المقصد الرئيسي. اما هنا التنزه وقع تبعا ليس هو المقصد الرئيسي. ده المذهب، انا اعمل ايه؟ بس مفترض ما تخالفش مذهبك. قصرت بقى ولا ما قصرتش؟ لا يا مولانا، الصوره اللي معانا ان هو قصد موضعا معينا غير السفر، غير الفرص مرحله ثانيه، لا في مقصد اساسي وهو انا ساذهب الى المكان الفلاني، قاصد المكان الفلاني. هذا المكان الفلاني له طريقان، طريق الف وطريق ب. طريق الف طويل، طريق ب قصير. انا هسلك الطويل من اجل اني انا هتنزه، ماشي، وانا ماشي ايضا الى طريق الاساسي. اقصر ام لا؟ قال له اقصر على تردد في ايه للجوين، لكن الاصل في الاصل الاصيل ان انا وانا خارج من المنزل ورايح المكان ده لا اقصد به التنزه، انما التنزه وقع تبعا في الطريق الطويل الذي سلكته من اجل ان اتنزه. انا اقصد هو اصلا لما يخرج من بيته او من مكانه ليس له قصد سفر اصلا، هو له قصد مكان معين، وانما التنزه يعني الرخ الذي تكلمنا عنه من سابق هو يقصد في سفره. لا انا مش فاهم يا مولانا، ما هو مسافر لكن قصد موضعا معين، وهذا الموضع المعين هو سيسافر اليه، لكن في طريقين، طريق السفر فيه سفر قصير والاخر السفر فيه سفر قصير. الصوره ان هو ترك القصير وذهب من الطويل، هيقصر او لا؟ سؤال لحضرتك، أجبني أجابة عنك. ها؟ طب هيقصر ليه؟ يقصر ليه؟ يقصر يا عم الشيخ، لأنه بيقول لك قصر لوجود الشرط وهو أنه سفر طويل مباح، وإن سلكه لا لغرض، لأنه خلي بالك أصله هو وقع فيه غرضين، الغرض الرئيسي وهو المقصد المعين، وفي غرض تابع وهو التنزه، فهم غلبوا الغرض المقصد الرئيسي الأصيل وتجاوزوا عن التابع وهو التنزه. ايوه الذين لا افهم يعني الغرض الاصلي ليس من ضمن الرخصه، يعني ليس من السفر، وكانه يمشي داخل الشارع بعدين راح يعني اسكندريه ورجع عشان عايز تنزه. لا الصوره مش كده، الصوره ان النقطه الفلانيه رقم الف ليها طريقين، طريق طويل وطريق قصير. انا هسلك الطريق الطويل من اجل ان انا وانا ماشي في الطويل على يمين البحر فساشاهد البحر، معايا؟ يا مولانا ما هو لما يقصد لما يمشي في الطريق الطويل هيبقى كده
قصد موضعا سافر فيه سفرا طويلا مباحا، ولما يقصد القصير هيبقى قصد موضعا سافر إليه سفرا قصيرا مباحا. هو في كلا الحالتين مسافر، في أحد الطريقين هيبقى مسافر من مكان إيه مولانا، من سفر طويل مباح، والتاني إذا قصده ومشى فيه هيبقى سافر سفرا قصيرا مباح. ما هو أصلا هو سوق طبعا، ما له هيعمل ايه؟ ممكن حتى اقل سفر قصير. هو احدهما له فيه القصر والاخر لا لقليه قصر السفر، لكن كلاهما سفر. لكن افرض رحت 6 اكتوبر من طريق، ورحت لها من طريق اقصر جدا، ده كلها في حيز الاقامه، ملهاش علاقه اصلا بالسفر. طب كمل المغني كده بيقول ايه في المغني؟ المقصد الاساسي كسفر التجاره، ورد صحيح كسفر التجاره، لكنه سلك ابعد الطريقين للتنزه فيه، بخلاف مجرد رؤيه البلاد فانه الحامل على السفر حتى صح. لو لم يكن هو الحامل عليه كان كالتنزه هنا، او كان التنزه هو الحامل عليه كان كمجرد رؤيه البلاد في تلك. وخرج بقوله وقصير ما لو كان طويلين فسلك الافضل. ماشي لسه خلاص. اللي هو قال لك عنه هنا ايه بقى؟ ولو بلغ كل من الطريقين مسافة القصر، يبقى ده مرحلتين والآخر مرحلتين، لكن ده مرحلتين فقط والتاني مرحلتين ونصف. سلك المرحلتين ونصف لغير غرض فيه، أي في هذا الطريق بخصوصه، قصر بلا خلاف، لأن هناك لو مشي من هناك فقط هيقصر، مشي من مرحلتين ونصف هيقصر. كمل كده بقى العبارة عندك من مغني قال ايه بقى. حلو. ولو لغرض القصر، حتى ولو، طب ما انت تقصر تقصر، سواء سلكت القصير سلكت الطويل انت قاصر، فغرض دوت كالعدم لانه هيقصر هيقصر. ولو تبع العبد او بس